علينا. كل البيوت في هذه القرية الجميلة القرية الفاضلة أصبحت بيوت محمد أيمن الشهيد المصري. احنا هنا في دوار العمدة او زي ما فهمت جزء من دوار العمدة اللي بيستقبل فيه اهالي البلد، وبرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه اللي تعرفه عن محمد ايمن؟ اولا محمد ايمن زي ما انت حضرتك قلت اصبح النهاردة هو ابننا طول عمره، وانسان كان متواجد وشاب خلوق وشاب مؤدب جدا، وكان خفيف الظل، كان شاب رياضي برضه دايما كان متواجد مع زملائه في مركز الشباب بيلعب كرة قدم، أدب متناهي، في أي أحداث تلاقيه متواجد برضه في الأمام مع الناس، يعني في أي شغل أو تكليف مننا للشباب كان بيبقى موجود، يعني طول عمره عايش بروحه وجسمه وعقله معانا كلنا. بعد ما استشهد تفتكر ان ده ساب رسالة درس الاهالي البلد، قصة تتحكي وتتروي وبقى ليه مدرسة؟ لا ده مش لأهالي البلد بس، لا ده مش لأهالي البلد بس، ده هو ساب يعني ساب تراث يتدرس للعالم كله، لمصر والدول العربية. محمد اصبح النهاردة قدوة لكل الشباب وقدوة لكل الناس المحترمين، كل بيتباهى به وكل بيتمنى ان هو يوصل لما وصل اليه. محمد عمل شيء بطولي، شيء يعني شيء كان خالص لوجه الله، لان يعني الشيء لما بيطلع لخالص لوجه الله، يعني اذا كانت الكلمه لما تبقى طالعه صادقه من القلب بتوصل لجميع القلوب، فما بالك لما يعمل عمل خالص لوجه الله، فلازم كانت تبقى النتيجه وعمل بطولي وعمل بطولي. طب خليني اسال عمه. اولا انا اتشرفت بحضرتك وكنا اتكلمنا كمان مع بعض على الهوا، كنت وقتها احكي لي بقى، انا وقتها وقت ما كلمتك انا عارف يعني كان وقت صعب بالنسبه لكم، انت عمه وعندك كمان تفاصيل تانية احنا ما نعرفهاش. بالظبط كده، انا عمه الصغير اصغر عمي في العيله. محمد كان قريب مني جدا، يعني حتى ما يحصل اي مشكله كنت انا السيد الحنين يجي يحكي لي الوضع بالظبط، نقعد مع بعض، يعني كان في قرب غير ان انا عمه كنت انا صاحب لازما يبقى في متنفس كده. انت حضرتك اتصلت عليا يوم الجمعه، كنا احنا جايين من المقابر بالظبط، يعني بالتحديد كنا جايين من المقابر، فلقيتك مع الهوا مع يعني بظروفها، لقيت حضرتك بتكلمني احنا عاملين هاشتاج ان محمد ايمن شخصيه العام 2015. انا فوجئت ان انا على الهوا ولسه بقول لك البقاله ده بتقول احنا في فرح. طبعا طبعا احنا في فرح. إماما كان محمد أيمن استشهد وفقدنا محمد أيمن، بس صدقني عندنا 60 مليون محمد أيمن، دول فئة الشباب اللي موجودين في مصر. لو جيت أبص لهرم السكان المصري بصفتي معلم جغرافيا في الثانوية العامة، أنا عندي الهرم السكاني فيما يقرب من 60-65% قادرين على العمل والإنتاج. أنا بتمثل محمد أيمن في الشخصية دي. محمد أيمن لو استثمرنا الحدث بتاعه، مش ان هو زي ما قلت لك قبل كده ان احنا ناخد الحدث كشو اعلامي وسبق اعلامي وخلاص، محمد ايمن المفروض ناخده كنموذج شبابي احنا بنفتقده في الفتره اللي فاتت، يعني النموذج الشبابي احنا افتقدناه من زمان، بس بادئ الفتره اللي جايه ان شاء الله نامل ان النموذج الشبابي ده يكون قدوه. هنبدا بمحمد ايمن. محمد ايمن شاب عنده ما يقرب من 21 سنة، 1/1 عيد ميلاده هنحتفل بيه برضه لأن هو موجود بيننا صدقني، وابنه الصغير مجهز له الصورة وهنحطها على الفيس بعيد ميلاد محمد أيمن. محمد أيمن عمل اللي ما عملوش الخطاب الديني أصلا، هو عيد ميلاده 1/1؟ 1/1 إن شاء الله، وهنحتفل بيك يا جماعة إن شاء الله. محمد أيمن زي ما قلت لك قبل كده عمل اللي ما قدرش الخطاب الديني والأزهر والخطيب المنبر يأثر في الشباب فيه، صدقني من النهاردة الشباب اتغير، ولكن هناك مطلع لابد أن تكون سيرة محمد أيمن موجودة بين الشباب، موجودة في المناهج الدراسية زي ما بقول أحمس، زي ما بقول اللي هو الشهيد محمد عبيد، زي ما بتكلم عن سعد زغلول ومصطفى كامل، لابد يكون عندي نموذج شبابي يكون هو محمد أيمن. أبونا إيه اللي تقوله للشهيد محمد أيمن؟ اللي أقوله للشهيد محمد أيمن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده الإيمان الإسلامي وده الإيمان المسيحي.
لأن المسيحية والإسلام يعبدهم إله واحد موجود في السماء. فمحمد احنا بنزور له ان هو في السماء حاليا مع ربنا. محمد ضحى بنفسه علشان مصر، واخد بالك؟ ضحى بنفسه علشان مصر. احنا عندنا آية في الإنجيل بتقول من يريد ان يكون اولا فليكون اخر الكل وخادم للكل. ومتهيألي محمد عمل كده، كان اخر الكل وخادم للكل وخادم مصر. عشان كده احنا بنعتبر ان محمد هو الاول، هو الاول في مصر من الشهداء، هو الاول لمحافظة دمياط. العالم كله اجمع، مصر اجمعت ان دمياط ابنائها رجالة، ابنائها شهداء في ده مصر. مش مصر بس اللي بتقول ان دمياط كده بس، لا ده العالم كله بيقول ان دمياط فيها رجالة وشهداء عظام. محمد ايمن كان بالنسبة لينا كلنا مش شهيد بس، قدوة، وقدوة حسنة نتمثل به كلنا. كل انا شايف كل شاب في القرية دي وكل شاب في دمياط بيتمثل ويتمنى ان يتمثل بمحمد ايمن. ويرجع الفضل ده برضه لأسرة محمد ايمن، والده، والدته، اخواته، عمامه، كلهم رجال. نعم صح. بيحبوا البلد. واحنا ما نقدرش نقول الا نطلب له الرحمة. وطبعا زي ما بنقول ان الرسول جه رحمة للعالمين، وتعلمنا من الإسلام الرحمة، وتعلمنا منها حاجات كتيرة. برضو المسيحية علمت المحبة، وبنقول الله محبة. قد إيه أنا جيت القرية دي شفت كل الناس بتحب بعض، مفيش حد في القرية هنا ما بيحبش محمد أيمن. كل الناس بيشكر في محمد أيمن. ده دليل إن القرية دي كلها محبة. نشكر جناب العمدة اللي معود وطباعه أهل قريته كلهم على المحبة. الحمد لله. ده إن دل يدل إن فعلا في قيادة في القرية، ومن حب رب حب في خلقه، ومن حب رب حب في خلقه. أتعرف على حضرتك وليد درويش خال الشهيد محمد أيمن. محمد بالنسبة لك إيه الأبرز السمات اللي ممكن تعرفنا بيها؟ محمد بالنسبة لي إيه؟ أنا عشان أكلمك عن محمد أيمن، محمد أيمن في المكانة اللي هو يستاهلها محمد أيمن حاليا. فمكانة الشهداء حضرتك أدرى مني بها، فتخيل محمد أيمن كان في حياتنا عامل إزاي. محمد أيمن طبعا كبير والده ووالدته، كان هو بالنسبة لهم كل حياتهم. أستاذ شريف، محمد أيمن نموذج مصغر للإبراهيمية الإبلية أو مكبر لمصر كلها. إحنا كهنا في الإبراهيمية الإبلية بلد بسيطة جدا، ما عندناش ما يشغلنا عن تربية أبنائنا. إحنا محمد أيمن العمل ده عمل بطولي مش ممكن أي حد يقوم بيه. ما فيش حد عنده مقدرة، شاب عنده 20 سنة هيبقى 21 سنة في 1/1 إن هو يحضن الموت يا أستاذ الشريف. إحنا ممكن كلنا وأغلبنا بنقعد نستنظر الموت. خالد بن الوليد خاض حروب كتير، لما جه حضر الموت ما كانش في موضع في جسده، لا الا مكان له رمح سنه سيف مش عارف ايه، والا ان خالد بن الوليد بكى. فاحنا عزانا ان احنا محمد ايمن نال ما لم ينله خالد بن الوليد، اللي هي الشهاده. بقول لسعادتك محمد زي ما باشمهندس صبحي قال اللي هو العمده بتاعنا، راجل رياضي، راجل مثقف، راجل حليم زي والده بالظبط. والده يمتاز بطيبة القلب المتناهي زي ما كلنا بنمتاز فيه. احنا ليه ما ناخدش يا استاذ ايمن الشريف ان احنا هما بيحاربونا عقيد الارهابي ده، متخيل ان اللي هو عمله عقيد